الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. وهذا العلم، علم توحيد الأسماء والصفات، هو القسم الثالث، أو إن شئت قل هو من أقسام التوحيد، من أقسام التوحيد الثلاثة. ولا شك أن توحيد الأسماء والصفات من أشرف العلوم على الإطلاق، وذلك لأن شرف العلم بشرف معلومه، والمعلوم هنا هو الله عز وجل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. Shaykh Hafidhullah said that we are continuing the explanation. This is the third class of the explanation of the correct belief, which is obligatory upon every Muslim to believe it, by Shaykh Abdul Salam ibn Burjis Ali Abdul Kareem Rahimahullah. And we left off in the chapter about the correct belief regarding the names and the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a very noble knowledge indeed, because the nobility of the knowledge is dependent upon the nobility of the subject matter. And in this chapter we're dealing with Allah subhanahu wa ta'ala, the most noble. And therefore this knowledge is very important indeed. وَمِنْ ثَمَرَاتِ هَذَا التَّوْحِيدِ تَعْظِيمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَإِنَّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ رَبَّهُ لَا يُعَظِّمُهُ. And from the fruits of this tawheed is to glorify Allah and to respect Him. Because the one who does not know his Lord, then he would not give Him his respect that he deserves. لِأَنَّ التَّعَرُّفَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِمَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَوَامِرِهِ وَنَهِيهِ هذا من التعرف على الله عز وجل. ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف وله أحب، كما جاء عن بعض السلف: من كان بالله أعرف كان له أخوف وله أحب. ولأوامره أطلب ولنواهيه أبعد. كلما تعرفت على الله عز وجل حق المعرفة أثمر ذلك التعظيم في قلبه، لأن التوحيد هو التعظيم لله سبحانه وتعالى. التوحيد بابه باب التعظيم لله عز وجل بإعطائه حقه سبحانه وتعالى. And the more that
and the, I'm sorry, the person cannot become to know his Lord except by knowing his names and attributes. As it is said that the one who knows Allah more, then he would fear him more, and he would love him more, and he would abide by his commandments more, and he would stay away from his prohibitions likewise more. And because the tawheed is from magnification and respect, and giving Allah that which he deserves from the rights. جاء أن أحد الصحابة كان يقرأ سورة الإخلاص. كان يقرأ سورة الإخلاص إذا أراد أن يركع أو إذا أراد أن يختم يعني قراءته. إذا أراد أن يركع أو أراد أن يختم يعني مثلا الجهرية ركعة الثانية إنه يقرأ قل هو الله أحد. فجاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يفعل ذلك، فقال اسألوه، سألوه لما يفعل ذلك. قال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. إن فيها صفة الرحمن يعني صفات، لأن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم، المفرد إذا أضيف إلى معرفة وإن تعد نعمة الله يعني نعم الله. فقال إن فيها صفة الرحمن أي صفات الرحمن وأنا أحب الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. And it was reported that one of the companions used to... فحب الأسماء والصفات، حب أسماء الله وصفاته من أسباب دخول الجنة. One of the companions, he used to, when he was praying, he would finish his recitation, or when he wanted to make ruku', he would finish by reading Surah Al-Ikhlas. And the Sahaba asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam about that. So he said, ask him, why does he do that? And he responded, he said, because in this chapter is the attributes of Ar-Rahman. And I love Ar-Rahman. So then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, tell him that his love for Allah entered into paradise, meaning his love for the attributes of Allah, meaning that this shows the knowledge of this names and attributes of Allah is a cause for a person to enter Jannah. أيضا من ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات أن في ذلك زيادة الإيمان. كلما ازددت معرفة بأسماء الله وصفاته كلما ازددت إيمانا، كلما ازددت إيمانا. Also from the fruits of the belief in the names and attributes of Allah is that it will cause a person to increase in his faith. وسيأتي معنا أيضا بعض أو هذه الثمار وذكر بعض الثمار الأخرى في ذكرنا لبعض الأدلة بإذن الله تعالى. And other benefits will come inshallah as we go through this chapter. مما ينبغي أن يبين وأن يوضح وأن ينتبه له أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن غايته، أي البالغة في الحسن غايته، وله الصفات العلى أي الكاملة، أي الكاملة التي لا نقص فيها من وجه من الوجوه. And it's important that we know that to Allah belongs the beautiful names, meaning that they're the most beautiful of names. And He has the high attributes, meaning the most perfect are attributes. There is no deficiency in any form to His attributes, subhanahu wa ta'ala. أيضا مما ينبغي أن يعلم أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أنها أعلام وأوصاف، أي أنها علم على الله عز وجل وأنها أوصاف لله سبحانه وتعالى، بخلاف أسماء الناس
ولله المثل أعلى. فإنها أعلام دون أوصاف. فمثلا فلان اسمه خالد وهو يموت فليس له خلود. إنسان اسمه كريم وهو بخيل. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي من جهة العلمية مترادفة، كلها مترادفة يعني أنها تدل على شيء واحد. الترادف هو الشيء الذي يعني أشياء تدل على شيء واحد، فمن حيث العلمية هي مترادفة، ومن حيث الوصفية هي متباينة، كل وصف يختلف عن الوصف الآخر. فإذا هي أعلام وأوصاف لله سبحانه وتعالى، وكل اسم له صفة، وليس كل صفة لها اسم. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فأنت تسمع بأن الله عز وجل يأتي في الآثار، في الحديث أن الله يجيء، في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه صفة. ما يقال الجائي، إن الله يمسك السماء، ما يقال الماسك. الصفات لا يؤخذ منها أسماء، ولكن الأسماء يؤخذ منها صفات. الرحمن هذا اسم صفته الرحمة، العزيز صفته العزة، وهكذا. لكن النزول صفة، ما يقال النازل أن من أسماء الله النازل. لماذا؟ لأن الأسماء حسنى، بالغة في الحسن غايته. وأما الصفات فإنها يعني صفات كمال لأنها متصلة بالله عز وجل، وأما إذا اتصلت بالعبد فإنها صفات نقص، فإنها صفات نقص. نعم. Also, the names of Allah subhanahu wa ta'ala are proper names, and they are also attributes. They contain attributes, meaning they all are names to Allah. يعني المقصود بصفات النقص يعني صفات ناقصة لا تجد كاملة، يعني صفات فيها ضعف، فيها نقص، فيها افتقار. فنزول الله عز وجل ليس مثل نزول المخلوقين ولا مثل أعلى. فلا بد أن تفرق صيغة الكلام عن هذا، إنما فقط في التعريف. نعم. So we said that the names of Allah subhanahu wa ta'ala, they all are proper names and they contain attributes concerning connected to those names. As opposed to the human being has names which are proper names, they are proper names, but they are not necessarily attributes of that person. For example, a person's name is Khalid forever, but he dies. So his name is proper name, you know him as Khalid, but his meaning does not translate to him that he is the meaning of ever living. Also, Kareem, his name is Kareem, but he is miserly. Similarly, his attribute does not pertain. So when it comes to the proper names of Allah, they all refer back to the same being, which is Allah subhanahu wa ta'ala. So they are... يعني في ناس اسمهم عادل وهو ظالم. Like person, his name is Adil, the just. ما في واحد اسمه عادل. His name is the just, but he is the oppressor. He is the tyrant. So the proper names of Allah, they all refer back to, and they all are what's called synonyms, or they have similarity. They all refer back to Allah subhanahu wa ta'ala. But the attributes, they are different. Each attribute has a different meaning. Like for example, mercy has different meaning than power. So every name entails an attribute. You derive an attribute from every name, but you do not derive a name from every attribute. So they show the attributes, the chapter, the attributes are wider.